أسواق عالمية في إيكوتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا لينا. يعني الذهب على 1800 دولار للأونصة، عندنا أكثر من خبر سواء كان المتحور دلتا، سواء نتحدث عن تصريحات أيضا الفيدرال الأمريكي واستغلال طبعا مؤتمر جاكسون هول للإدلاء بالتوقعات الاقتصادية. كيف تري الذهب في هذه الارتفاعات؟ نعم، صباح الخير رولا. بالفعل ارتفعت أسعار الذهب طبعا إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس الحالي، وصلنا إلى 1806 قبل أن تنخفض وتصل إلى مستويات 1800 دولار. العامل الرئيسي وارتفاع الأسهم العالمية، كما ذكرتي سبب ارتفاع الأسهم العالمية يعود السبب الرئيسي إلى الموافقة الرسمية والشاملة للقاح فايزر. يعني قبل ذلك يعني من هيئة الأدوية الأمريكية يعني حصل على تلك الموافقة، وكانت الموافقة السابقة فقط هي موافقة طارئة. المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي بعدم قبول المواطنين التطعيمات. هل مع الموافقة الرسمية لشركة فايزر سيتم حملات تطعيم أكبر إذا ما قارناها طبعا بالمملكة المتحدة؟ من حيث حملات التطعيم تعد الولايات المتحدة الأمريكية أقل من بريطانيا، فبالتالي ربما تساعد هذه الموافقة الرسمية والكاملة من هيئة الأدوية الأمريكية أن يكون تطعيمات شاملة، فبالتالي ارتفعت الأسهم الأمريكية ولاحظنا الأسهم الآسيوية وأيضا الأسهم الأوروبية على ارتفاعات، فبالتالي هذا أدى طبعا. نحن نعلم أن أسعار الذهب يعني ارتفعت نتيجة انتشار متحور دلتا، نعم، هو العامل والضاغط الأكبر على أسعار الذهب. وأيضا كما ذكرت يعني رولا، نحن نترقب لجاكسون هول وكلمة لجيروم باو سوف يكون تأثيرها كبير على أسواق الذهب، ونحن يعني نتحدث عن ربما سيتحدث عن تقليص برنامج شراء الأصول. لكن مع انتشار متحور دلتا وخاصة كانت يعني هناك تغييرات في هذه المقابلة التي سوف تتم في جاكسون هول وستكون افتراضية بدلا أن تكون في مقرها، يظهر أنه متحور دلتا يؤثر على التعافي الاقتصادي، فبالتالي المتوقع أن يكون الذهب في ظل انتشار متحور دلتا أيضا وتغييرات حول ما سيقوله جيروم باول ربما لن يحدد. نعم نعم لينا، اسمحي لي، يعني الكل ينتظر، يعني هنالك مش تضارب في الأخبار، ولكن هنالك من ينظر في العالم إلى موضوع التعافي الاقتصادي. يعني التشاؤم يدفع بالمستثمرين إلى شراء الذهب، ولكن بنفس الوقت اعتبار أنه لقاح فايزر معتمد الآن أساسي ربما هو الذي يدفع النفط إلى ارتفاعات. تفسيرك للعودة للارتفاعات في أسعار النفط اليوم على الشقين برنت وكذلك تكساس؟ نعم يعني رولا، بالنسبة لأسعار النفط يعني أسعار النفط ارتفعت اليوم وعوضت جميع الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي. هذه الارتفاعات هي طبعا نحن نعتبرها يعني منطقية بعد الخسائر التي كانت، وأيضا بسبب أنه يعني هناك يعني تفاؤل طبعا بموافقة الموافقة الرسمية من شركة فايزر حملات التطعيم، فربما هذا أسهم بتلك الارتفاع. وأيضا ضعف الدولار الأمريكي هو سبب من الأسباب الأخرى، كما ذكرت قبل قليل أن هناك تغيير ربما يكون، لن يكون كلمة لجيروم باول يعني لن يذكر توقيت حول تقليص برنامج شراء الأصول، فهذا عم يدعم أسعار السلع وعم يضعف الدولار الأمريكي. سوف نترقب هذه الكلمة من جيروم باول، سيكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية. لكن سوف يعني على النفط يعني نعم يعني هناك يعني ربما تراجعات سوف نشهدها على الأسعار النفط رولا، لأنه نحن ما زلنا هناك قيود من الصين على الشحن وسلاسل التوريد، وأيضا على سعر الطيران من قبل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا زيادة عدد الحفارات والإنتاج الأمريكي عم بيزيد. فالتوقعات أنه يكون هناك تراجعات لأسعار النفط وخاصة بعد قرار منظمة أوبك برفع تدريجي للإنتاج. هل سيحدث هناك في اجتماع سبتمبر القادم
أوبك أي تغييرات حول بدء برفع التدريجي للإنتاج، كله سوف يكون مؤثر. نعم. نعم، نتحدث عن التصويت الذي كان مقرر له أن يكون على خطة جو بايدن للإنفاق وتم الإلغاء عليه، إلى أي حد تعتقدي بأن هناك دعم كافي لتلك الخطة سواء كان حصل التصويت أو لا، أو تم تأجيل موعده لاحقا؟ نعم، يعني تم طبعا تأجيل هذا التصويت إلى ظهر اليوم. يعني هناك معارضة من قبل الديمقراطيين المحافظين حول خطة تمرير خطة الإنفاق 3.5 تريليون دولار اللي المفروض تكون على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الأمور الاجتماعية التي يعني ترغب بها إدارة جو بايدن بتمريرها. هناك معارضة بأن يتم تمرير الخطة الأولى التي قيمتها تريليون دولار التي حصلت على موافقة من الجمهوريين والديمقراطيين. يعني هناك معارضة كاملة. نعم. يظهر من الديمقراطيين المحافظين وأيضا من الجمهوريين، فبالتالي ربما أو خاصة نانسي بيلوسي هي تدعم الخطة، سواء الخطة بقيمة تريليون دولار بشكل كامل، وتسعى بشكل كامل أنه يكون تمرير لهذه الخطة بثلاثة ونصف تريليون دولار. سوف ننتظر اليوم هذا التصويت وهذا الاجتماع حول خطة هذه الإنفاق، وسيكون طبعا لها تأثير على الأسواق المالية العالمية. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، كنت معنا من عمان.